على مساحة 200 هكتار تستعد هذه المستثمرة الفلاحية ببلدية عين عبيد بقسنطينة لاستقبال السياح عبر اعتماد منشآت جديدة خاصة بالسياحة الفلاحية تمزج بين وسائل الراحة والاستجمام واكتشاف المميزات الفلاحية والحيوانية للمنطقة. On a la structure de restauration et on a d'autres structures d'hébergement qui est faite conçue de telle manière on a خدمنا les produits de la nature bois métal fausse pierre faux parquet تسمى رانا في انا في الطبيعه donc on voulait pas dépayser la nature خدمنا les produits تاع الطبيعه. تمهيدا لتجسيد مشروع القريه السياحيه شرع القائمون على المستثمرة في تجسيد عدد من المنشآت والهياكل استعدادا لاستقبال الزوار. هذه سي تي نوفيل ستركتور كون فيان دو تيرميني دونك سي تا سي اون سال دو ريستوراسيون دون كاباسيتي دو انتر 200 ا 250 شيز الي كونسو بور لي تما بور pour la restauration les cavaliers et les gens qui viennent pour les tournois sportifs et c'est une salle polyvalente. القرية السياحية ستفتح أبوابها قريبا للوافدين للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة أين ستجد العائلات نفسها وسط جو طبيعي يتوفر على كافة المرافق الضرورية.